بنتي ليش دا تسوين هالشكل؟ انطيني اياه. لا اريد يتعود يسكت يمي. ها شفتي ايش سديت الباب؟ ليش هيك عم يبكي هيتي؟ اطلعوا كلكم انا رح اسكته ونايمه. شو يعني تهارو اعطيني اياه؟ ما انطيك اياه. خالد احكي معه. زينه اعطيها الولد. ممنوع احد ياخذ ابني مني. شلون يعني؟ يعني رح يبقى وياي. زينه لا تعاندين. بنتي اللي دا اسويه غلط. يعني تاخذون ابني مني هو الصح؟ اعطيه لامي. ليش؟ حتى تاخذه وتنطيني فين؟ لكن بتخليه وبتظلميه بين ايديك انا معي رح يسكت. روحوا لغرفتكم وخلوني اتفهم اني ويا زينه. نيفين. لا خالد لا. احنا مو اتفقنا يوم يضل يمك يوم يمها؟ نحن ما اتفقنا على شيء، انت اخذت القرار وما حدا معه خبر فيه. زينب بليز اعطيني اياه حرام رح يفقع قلبه. جيبيه اعطيني اياه. روح انت ونيفين للغرفة، يلا. نيفين. شو هيدا حكم عرقوش يعني؟ ممنوع احمل ابني؟ لا انتي ولا زينة. الطفل رح يضل وياي، وأنا رح أبقى وياه لحد ما ينام ويرتاح. يعني رح يبقى هون؟ طبعاً، لأن أنا أمه. من رخصتش. نيفين، الولد اليوم رح يبقى ويا زينة. امشي ريد احكي وياك. كل شيء واضح خالد، انت متفق مع امك تترك الصبي مع زينه؟ لا اكيد لا. ما تقلي لا، كان لازم انتبه من الاول انه هيك رح تعملوا فيي. حبيبتي اهدي اهدي، انت فاهمه غلط. شو اللي فهمته غلط بدي افهم؟ كل شيء عم بيصير عم بياكد لي كلامي. انا مستحيل اتفق ويا امي ويا غير امي عليك. لكن ليش عملت هيك؟ قلت لك بدي ارجع اروح اشوفه. ها؟ سكت. لأنه نحن من البكي من هيك سكت قد ما تعب. خالد ما فيكم تعملوا فيي هيك. صدقني مثل ما أنا عم بتعصب نبيل عم بيتعصب. أنا أمه بحس فيه إذا جاع أو انمغص جسمي بيعطيني إشارة مش زينة. وأمك راحت تنام غرفتها. عظيم. نبيني تريد تشوف الولد.